الشباب أعطي التقدم، واضح التقدم الآن من لاعبي خط الوسط، من لاعبي خط العددي يساعد المنتخب الأسترالي أكيد المتقدم بهدفين مقابل هدف. فراس الخطيب إلى المدرب. فرحة كانت رح توصل لقلوبنا، نحن شعب كنا محتاج هيك فرحة، يعني كنا بدنا شيء يدعمنا لو حتى عن طريق رياضة كرة قدم، كان فرحة رح تلمس قلوبنا حتى لو هيك. اللي ما قدرت عليه السياسة ورجال الدين المنتخب قدر عليه وقدر يوحد الشعب السوري بكل طوائفه الحمد لله. وان شاء الله بالمستقبل رح يعمل شيء بكأس آسيا ولا بالمونديال الجاي بإذن الله. لكن كيف يتمكن من تسجيل الهدف؟